طبعا لو انا عايز ادخل لوحة اوتوكاد جوه الراينو، فانا ممكن اجي هنا واروح كاتب امبورت، فبيبدأ يفتح لي القايمة ديت. لو بصيت كده على الحاجات اللي هو بيدعمها، هتلاقي أغلب الحاجات بدعم الثري دي ستوديو، بدعم الإلستريتور، بدعم الأوتوكاد، دي دبليو جي، ودي إكس إف، ودايركت إكس، والبوست سكريبت بيدعم الموشن بيفدر، بيدعم بي دي إف، وهكذا. فأغلب الحاجات هو بيدعمها، فممكن تيجي مثلا تختار الملف دوت وتقول له أوبن، فيبدأ يعمل له إيه إمبورت. او ممكن لو انت عندك الملف هو تبدا تسحبه ويتحط في التوب، فبيسالك عايز تفتح الملف ده اوبن فايل ولا انسرت فايل ولا امبورت فايل ولا اتش فايل، فانا اقول له اوكي، فبيبدا بقى يجيب لي الاوبشن اللي موجود خاص بالدي دبليو جي ودي سي اف. بيقول لك لو في ان ريفرنس لاير نعملها امبورت ولا لا، الامبورت لل ان ريفرنس بلوك، وهكذا. فبتقول له اعمل امبورت بالشكل دوت. طبعا هنا جايب لي الاكس وواي تقدر تحكم فيها، لو انت مش مفعل الجامبول هتختفي، نفعلها. طيب لو انت عايز تعمل موف، ممكن تقول له موف وتبدأ تختار النقطة اللي انت عايز تنقل منها اهوت، وبعد كده تقول له مثلا انقلها لزيرو زيرو زيرو بالشكل دوت. طيب بعد كده مثلا ممكن تكون عايز مثلا تشوف الليارات، فتقدر تيجي هنا، او لو كتبت كلمة لير تبدأ القائمة دي تظهر لك. هنا دي الليارات كلها، ممكن يكون في بعض الليارات احنا مش محتاجينها، فممكن نعمل بيرش. يقول لي بقى انت عايز بلو ديفينيشن نو، انوتيشن نو، اللير إيس، فهو لغى لي كده الليارات اللي هي ما فيهاش شغل، عمل لها برش. طيب بعد كده ممكن تكون عايز تعمل روتيت، هتكتب برضو روتيت تختار نقطة. طيب لو انت عايز تعمل اكسبورت، فانت ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل اكسبورت سيلكت، وتختار بقى انت عايز تسيفه اي من دول، ممكن تسيفه اوتوكاد، ممكن تسيفه 3DM، وهكذا. طيب خلينا نسيف مثلا راينو 3DM ونسميه 1 2 3 4 ونحطه على الديسكتوب واقول له سيف. طيب خلينا نروح للريفت واقول له نيو، واقول له انا عايز مثلا اي تمبليت، مش تفرق كتير. هو طبعا احنا المفروض بنعمل مجسمات في قلب الراينو والحاجات دي كلها، يعني ممكن ان انا ادخل الملف الاوتوكاد دايركت على الريفت، بس بنشوف بس ازاي ان البرامج كلها اصبح في بينها امكانية لتبادل المعلومات. طيب لو انا عايز اجيب ملف من الراينو، اروح لقائمة insert، واقول له import cat، وبعد كده هتلاقي هنا اكتر من امتداد، هتلاقي الراين اهوت، واختار من الديسكتوب الملف اللي انت عايزه. بيقول لك الكاتيجوري اللي انت هتدخل عليه، فممكن تختار يدخل روف، يدخل فلور، يدخل زي ما هو عايز او زي ما انت عايز.